مساء الخير سمر. بعد غياب سنوات دخلت فنانة العرب أحلام إلى مصر من باب العريض بحفل بدار الأوبرا حظ باهتمام إعلامي كبير نظراً لأهميته الإنسانية والاجتماعية. فأحلام خصصت ريع هالحفل لأطفال المجتمع اللي كانوا بيعانوا من التشرد والضياع. واللافت أنه هالأطفال اللي انضموا لكورال شاركوا أحلام الغناء. وبتكشف نجمة الخليج أحلام بحوار لنشرتنا أجريته معها بالقاهرة إن رح تخصص مدينة كاملة لهالأطفال وغيرهم من الأطفال العرب ولحملة مساعدات لأطفال سوريين لاجئين بأوروبا. من على النيل كلنا اشتقنا لمصر، مصر الحفلات، مصر الفرح، كلنا اشتقنا لها. صحيح اشتقنا لها كثير وانا على المسرح احس اني طايره لاني فعلا يمكن من شوقي لمصر احس اني بعد ما خلصت والجمهور كله كان عايزني اغني كنت كثير فرحانه. اول شيء هي في الفن ولود الشعب اللي هي تعتبر اليوم بيتنا كلنا احنا العرب. اليوم موجوده بالقاهره لهدف انساني نبيل جدا. نزلتي عن اجرك مقابل حفل لاطفال كره مصر. حفل هو ريعه اصلا لاطفال مصر. هو الهدف من المشروع هذا ان كل الاطفال اللي هم بيسمونهم اطفال الشوارع احنا نبغى نلغي هذه الكلمه. نبغي كلهم ذات، كلهم قيمة إنسانية في المجتمع، يكون لهم دور فعال في المجتمع. نبغي نهيئ لهم مكان أمن وأمان ليهم. هم مستقبل البلد. إحنا بدينا من مصر بس راح يكون في العراق، راح يكون في سوريا، راح يكون في كل الدول، ليبيا. يكون في عندك مشروع مساعدة أطفال من اللاجئين السوريين اللي التقيتوا فيهم بألمانيا. احنا بنشوف هم ايش يطلبون بس نحن الآن نبغي نحضر لهم كل الأشياء اللي راح يحتاجونها في الشتاء، ملابس، بلانكت، أشياء تدفيهم. الأطفال اللاجئين السوريين. أيوه صحيح. واليوم ما شاء الله أستاذ أحمد ناظر كمان تولى الموضوع إنه نحن بنطلب لهم كل الملابس، قاعدين نطلب لهم خلال هالشهر نستلم، وانا بنفسي راح اروح على هامبورغ واسلمهم لنا. ودي انا اشوف هم يستلمون هالاشياء. انا لما اروح باريس ولا اروح اي بلد اشوفهم في الشوارع الاطفال نايمين في الشوارع يدقرون قلبي لدرجه اني الف اشوف اي مكان ممكن الاقي فيه غطاء اروح اشتري لهم واغطي لهم، وانا امهم نايمه وابوهم نايم وهم نايمين. يعني انت لو تشيل الطفل من الشارع ما حد يدري بك. قد ايه مهم الفنان انه يكون عنده رساله اجتماعيه؟ لازم، احنا لازم يكون عندنا دور صراحه، كلنا مو بس انا، كلنا دوري اني انا امسك المشروع واني انا احاول اسوي شيء واسوي مساكن. يعني ابغى اسوي مدينه كامله لهم، مدينة كاملة يعني منتجة، مدارس، أماكن ترفيهية، كل شيء لهم هم. هذا الأوبرا المصرية اللي عم نشوفها هلا. قاعدة أقول لك من شوية هذه راح يكون إن شاء الله مكان القادم، حفلتي القادمة إن شاء الله راح تكون في هذا المكان بإذن الله. هلا قرارك ليعرفوا المشاهدين إنه ما راح تغني إلا مهرجانات ضخمة. أنا من زعلان. ودور الأوبرا ودور الأوبرا بالعواصم العربية والعالمية. على فكرة أنا من 10 سنوات وقفت يعني حفلات يعرفوا مشاهدين المطاعم والفنادق والهي نوع. المطاعم أنا ما غني أكون لي تارجت معين. اليوم بعد 20 سنة لازم أكون يعني بعد أشوف نفسي مكان ثاني. حلو الإنسان يشوف نفسه في مكان ثاني ما يكون على نفس الليفل. Yeah.
فضل شاكر أطلق أنشودة جديدة ومع رسالة أصالة بتكشف سبب توقفها عن إطلاق التصريحات السياسية حملة إسرائيلية ضد الفنان الفلسطيني محمد عساف وفاليري أبو شقرة ممثلة بدور صغير قبل تتويجها ملكة جمال لبنان. تفاصيل الأخبار بالبانوراما الفنية. قدساه قد زادت جراحك فافرحي، فالنصر يأتي بعد جرح دامي. قدساه يا أحلى عروس بالدنا، يا أول القبلات للإسلام. فقلوبنا تهفو لثالث مسجد، مسرى رسول الله للأنام. المسلمون توحدوا في نصرك، لولا التخاذل ساعة الإقدام. أطلق الفنان المعتزل فضل شاكر أنشودة جديدة من ألحانه بعنوان قدساه، وذلك عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، ونشر الرابط على صفحته الخاصة على موقع تويتر، وعلق كاتبا: نشيد قدساه إهداء إلى القدس الحبيبة، إهداء إلى القابدين على الجمر الواثقين بنصر الله، الثابتين على الحق، إلى من يسكنون بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يلاحظ الجميع هدوءاً في الفترة الأخيرة في مواقف الفنانة أصالة نصر السياسية، فبعدما أطلقت تصريحات قوية سابقاً في حفلاتها ولقاءاتها، تقول الآن أصالة أنه فيما يتعلق بمواقفها السياسية فقد أصبحت أكثر نضجاً ووعياً، علماً أن أفكارها السياسية ما زالت موجودة، لكن أسلوب تعبيرها عن أفكارها هو الذي اختلف. وقالت في حديث لمجلة سيدتي: اقتنعت أنه ليس من الضرورة المجاهرة بأفكاري علناً، فأنا ما زلت ثابتة على مواقفي، لكن استنتجت أن الصمت يخيف الآخرين فالتزمته. يواجه الفنان الفلسطيني محمد عساف حملة إسرائيلية مركزة تطالب الأمم المتحدة بتجريده من لقب سفير للنوايا الحسنة بسبب ما قيل عن حضه على القتل والإرهاب من خلال أهنيته الأخيرة يا يما هادي رجالك، التي أطلقها تحية منه لصمود شعبه المقاوم للاحتلال الإسرائيلي. ويعود مصدر الحملة إلى صحفي إسرائيلي يحاول الضغط عبر موقعه ومطبوعته على الأمم المتحدة لسحب لقب سفير من محمد عساف، متهما إياه بأنه يحرض على العنف من خلال أغنيته. لم تكن تعلم ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرة أن مشاركتها الخجولة تمثيلياً في مسلسل 10 عبيد صغار العام الماضي ستكون محطة صغيرة قبل نيلها لقب ملكة جمال لبنان لعام 2015، فمن دور صغير تمثيلياً إلى عرش الجمال اللبناني، كما سبق أن صورت إعلانات تجارية عدة. فهل يفتح لها مجال التمثيل بابه العريض بعد انقضاء هذه السنة، وبعدما أصبح اسمها معروفاً لتنضم إلى باقي ملكات الجمال اللواتي دخلن مجال التمثيل؟ هيدي كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا الفنية لليلة. تصبحوا على خير.